في هذه الأونة بالذات تنطلق المباراة. قلنا حكم رئيسي نبيل حمادي بمساعدة مساعد أول جمال الدرعي ومساعد ثاني عاطف عاشوري تونسية. تتوزع الكرة في القائم الأول والدفاع في مرة أولى. يلعب يندوم عريان عزوز زاردين دحمان في الرواق الأيمن. إيش يعمل؟ يوزع زاردين دحمان والحارس دحمان يوزع توصل كرة مصعب ساسي يروض مصعب يدور بكرة يروج على زميل. إيش يعمل مصعب؟ يخرج من تقطع عملياته مرة كرة ممتازة جدا. تحدث عن الحكم وحكم الساحة نبيل حمادي طويل الكرة وموجود عبد الملك بن نيمة يعطي إشارة التنفيذ. الحكم يصوب جويني الدفاع يعطي إشارة التنفيذ. الحكم توزع الكرة في العمق والدفاع يتدخل. النجم الراتسي يعتمد على الكرة الثابتة توزع الكرة في القائم الثاني والحارس تتقص وترجع من جديد للنجم الراتسي كيما جات يرجعها في منطقة عمليات أمل حمام سوسة سهلة في إيدينا الحارس عبد الملك بن نيمة. الكرة أعتقد أنه لعب تتوزع ولكن الكرة متاع حمزة جويني بعيدة على الجميع تخرج ضربة مرمى وتمشي كرة لمحمد علي السعيدي يحاول يراوغ ولكن موجود بوزيان وكذلك العيساوي يغطي على كورته يلعب عمر برهومي لدحمان زهر الدين دحمان في الرواق الأيمن. زهر الدين دحمان يراوغ ويسقط اللاعب ممتاز. زهر الدين يوزع ويعمل كنترول بازلت الكرة طبوبي السعيدي مازال محافظ على كورته ويصوب السعيدي وعالية كرة. شو يعمل زهر الدين دحماني مرة كرة مصعب سياسي حط ساقه اليسار يصوب مصعب ممتازة العملية يصوب أرضية زيدان ترتدم في الدفاع توزع الكرة وتتجاوز الجميع توغل مصعب ويراوغ مصعب مازال محافظ على كورته مصعب. شو يعمل مصعب والحكم يعطي مخالف. يتقدم السعيد يصوب وسهلة في دين الحارس بسرعة الحكم يعطي سباقية اللعب تمريرة. وش يعمل؟ ممتاز الدفاع ما زالت الكرة توزيع في القائم الأول. الطبوبي رأسية يعني ضيع كرة ما تضيعش. مصعب ساسي يلعب كرة البرومي تمشي كرة بقلاي والدفاع يتدخل. صعب ساسي يوزع كرة بساقه اليسار في القائم الثاني تتجاوز الجميع تمشي كرة ترد. شو يعمل كنترول يدرب كرة يلوج على زميل يوزع كرة والتوسيعة ويدخل الدفاع صوب وضاعت الكرة. حمزة جويني وزع الكرة في الصندوق. ايش يعمل الدفاع يحاول يغطي على الكرة يسقط الحارس ويتصدى الكرة. الدريدي يوزع كرة في القائم الثاني والدفاع متفطن. ركنية تتوزع الكرة في القائم الثاني يتدخل زيدان ما زالت الكرة حواشي يحط ساقه اليمين يوزع وبالراس وكأنه مدافع يعني اللاعب ترجع الكرة ترد يصوب ممتازة تصويبة مروان الترد. في هذه الآونة شرط التنفيذ تتوزع الكرة وين اوت ضربة مرمى سعيد المصعب ساسي مصعب يمهد لترد ترد يصوب ممتازة التصويبة وجانبية يساوي ممتازة جدا. دالي سعيدي دالي يدخل تقطع عمليات يمرر يصوب لحواشي لحواشي يضيع. ريان العيساوي يتوغل ويوزع في القائم الثاني ونورماني رأسيته عالية. زيدان يوزع بساقه اليسار في منطقة العمليات تتجاوز الجميع وموجود صبري القلاعي. أحمد سعيد هو اللي يخرج تابع ما يصعب مأمورية تتوزع يسرع في الهجمة يمر الكرة لجاب الله. جاب الله يخطى عليها قبل ما تخرج. جاب الله يمر الكرة لمصعب ساسي مصعب يصوب بساقه اليمين وركنية. شاهين بالليل يخرج الكرة في الركنية. الركنية تتوزع في القائم الثاني تتضم الكرة بدريدي صوب دريدي والهدف الأول جول واحد بشيء لصالح أمل حمام سوسة. تنفيذ المخالفة ينفذ الكرة مباشرة ولكن عالية. زيدان يعطي إشارة التنفيذ يصوب زيدان ممتازة جدا جول
رائع انت يا زيدان، رائع انت يا زيدان، مميز انت يا زيدان. قلت دفعة ممسوسة من مخالفة من ركنية وكرة ثابتة، فليأتي الجديد والمفيد للنجم الراتسي من مخالفة. جامي 203 مصعب ساسي يوزع في القائم الثاني والدفاع يتدخل. أمير حمام سوسة توصل لمصعب ساسي، مصعب ساسي عن طريق نورماني وتسلل على نورماني، وفي هذه الأونة بالذات يعلن الحكم نبيل حمادي على نهاية المباراة اللي جمعت أمل الذي بحمام سوسة وضيفه النجم الراتسي ضمن الجولة 17 من المجموعة الأولى الرابطة المحترفة الثانية على نهايتها، يعني نهاية مباراة بالتعادل 1-1.